أتشرف بحضوري معكم اليوم بمناسبة انعقاد الاجتماع الحادي عشر للجنة الإشراف والتتبع لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير الذي أطلقه صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 4 فبراير 2020. ينعقد اجتماعنا اليوم في سياق احتفاء بلدنا بدخول السنة الأمازيغية الجديدة بعد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بإقرار السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية بالمملكة. هذا القرار السامي الملكي الذي يجسد العناية الكريمة الذي يوليها جلالته وحفظه الله للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. وهذه المناسبة السعيدة يطيب لي أن أتقدم لكم جميعا بأحر التهاني أسوكا سامباكي. وهذا ويسعدنا أن نسجل بكل فخر واعتزاز الأهمية التي يوليها برنامج التهيئة الحضرية لأكادير لتتمين الموروث الثقافي الأمازيغي للمدينة من خلال برمجة وإنجاز جملة من المشاريع التي ترسخ الهوية الأمازيغية للمنطقة. يمكن نخصه بالذكر إحداث المتحف الأمازيغي، إحداث متحف تيميطار، إعادة تهيئة قصبة أكادير وفلا واللي من المرتقب أن تفتح أبوابها للزوار قريبا. أيها الحضور الكريم، لقد بلغ برنامج التهيئة الحضرية لأكادير الذي يحظى بعناية ملكية سامية مرحلة مفصلية كتطلب منا تجديد العزم ومواصلة التعبئة والانخراط لإتمام جميع مكونات هذا الورش في احترام تام للآجال والمواصفات المحددة، خاصة وأن مدينتنا مقبلة على استقبال تظاهرات عالمية من حجم كأس إفريقيا وكأس العالم بكل ما تحمله من رهانات وتحديات كبرى. وفي هذا الصدد فإننا نؤكد على ضرورة التعجيل بتهيئة جنبة الملعب الكبير لأكادير وكل الطرق المؤدية إليه، وأخص بالذكر التعجيل بأشغال تهيئة الطريق المدار الحضري وربطه بالمطار في أقرب وقت ممكن كمرحلة أولى، ثم إتمام جميع أشطره قبل حلول كأس إفريقيا، وتعزيز طريق المداري الحضري بالإنارة والتشوير، وحبذا أن نعتمد إنارة صديقة للبيئة لتأسيس مبادئ المدينة المستدامة في مكونات هذا البرنامج. إنجاز المرافق الرياضية المبرمجة في إطار تهيئة محيط الملعب الكبير لأكادير، وأخص بالذكر المسبح الأولمبي والقاعة المخططة، إلى عناية خاصة لمداخل المدينة والانتهاء من تهيئتها قبل حلول موسم الصيف المقبل، نظرا لما تشكله من أهمية بالغة في الرفع من جاذبية المدينة وانسيابية السير والجولان، وأخص بالذكر كل من مدخل المدينة عبر طريق السيار ومدخل المدينة الشمالي عبر أنزا، الانتهاء من جميع الأوراج المفتوحة بالمنطقة السياحية قبل حلول الموسم الصيفي لهذه السنة، والتسريع بإتمام أشغال تجهيز مسار الحافلات العالية الجودة والإعلان عن إبداء الاهتمام لتدبير هذا المرفق، كما نؤكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تجهيز المحطات يعني دوك لي بول دي شونج بالمرافق الصحية، فضاء للصلاة، واقية الشمس وغيرها من المرافق الضرورية لراحة المرتفقين. كما نود التذكير مرة أخرى بضرورة التسريع بتجهيز سوق تيكيوين مع إشراك التجار المستفيدين في المراحل الأولى من التهيئة وإعطاء عناية بالغة لجودة الأشغال والمرافق. وإذ نطالب أصحاب الأشغال المنتدبين بتسريع وتيرة الأشغال بمختلف المشاريع، فإننا نحثهم على ضرورة الالتزام بما تمليه دفاتر التحملات من احترام لمعايير الجودة والأغلفة المالية المصروضة لكل مشروع. حضرات السيدات والسادة، إن هذا الورش الملكي قد غير بشكل ملحوظ معالم المدينة، مما انعكس بشكل إيجابي على الحياة اليومية للساكنة وساهم في الرفع من جاذبية الوجهة السياحية والاقتصادية لأكادير.
وهذا يجب أن يزيدنا إصغاغا على مواصلة التعبئة الشاملة كل من موقعه من أجل حل الإشكاليات وتجاوز الإكراهات بمختلف أبعادها فيما تبقى من عمر هذا المشروع. وفي هذا الصدد أود أن أؤكد أن التنسيق القبلي والالتقائي بين جميع المتدخلين مهما كان دورهم في الأوراش يشكل شرطا أساسيا لضمان تنزيل أمثل للمشاريع. فلهذا فإني أدعوكم حضرة السيدة والسادة أن نعمل على ضمان الالتحام والاشتغال جنبا إلى جنب. أيها الحضور الكريم، لقد قمنا بزيارة ميدانية لمجموعة من الأوراش ووقفنا على تقدم الأشغال بالأحياء الناقصة التجهيز وأخص بالذكر سفوح الجبال، ونتمنى أن تستجيب هذه التهيئة في المستقبل القريب لتطلعات الساكنة، وأنها ستساهم في الارتقاء بجودة الحياة في هذه الأحياء. يعني هذه المرحلة الآن سي الولي اللي وصلنا لها هي جد مهمة. أنت كنفسي كنا تكلفنا بواحد البروغرام اللي ديال الميلينيوم تشالنج، أنت في ليدوكاسيون وأنا في الفلاحة، وعرفتوا الأهمية ديال لاكلوتيور ديال أن بروجي. يعني هذه مرحلة فريمون مفصلية، لأنه أولا كاين طلبات ديال التمويلات اللي هي كبيرة، دابا كل شيء كيجي في الآخر خصو يعني خص يتخلص، دونك خصنا نجندوا كلنا باش الريكوفرمون يكون في المستوى وتكون واحد لا تاسك فورس اللي يمكن تشتغل فقط على هذه النقطة ديال التمويلات، باش حتى واحد ما يعطل الخلاص ديالو باش يقدر هذا البرنامج يمشي في يعني في الظروف ديالو. ثانيا أنه خصنا نوجدوا جوج حوايج، المشاريع اللي باقي ماشي اونكاجي خصنا اونكاجيهم كلهم قبل من الاخر ديال السنة، وميم طون في نفس الوقت خصنا نوجدوا ما بعد البرنامج، لان هذا الشيء اللي غاتونكاجيو راه ما غاديش يسالي، يعني غادي خصو عام خو من بعد باش بعض لي طرافو يكملوا. هذا الشيء خصو حتى هو ماشي صافي البرنامج سالا ونا اونكاجي في الدينا، هذا كيبغي واحد السير اللي هو معين. والبرامج وصلوا لواحد المستوى وغادي تفتحوا يعني تفتحوا للمواطنين وغادي يستافدوا منهم المواطنين، هنا كتدخل العامل ديال التسيير اللي تكلم عليه يعني السيد الوالي مشكورا، واللي خصنا نوجدوه في احسن الظروف باش نشوفوا كيفاش نتعاملوا باش هذا الشيء اللي غادي اللي المشروع الكبير اللي اعطى سيدنا لهذه المنطقة ولهذه الجهة وهذه المدينة والمواطنين نحافظوا عليه ويبقوا يستافدوا منه سنوات في المستقبل. فهذا سي يعني سي ان فيراج اللي هو تري امبورتون. في الأخير بغيت نشكر السيد الوالي، بعدا نرحب بك، أنا ما كانش عندي أوكازيون فورميل بحال هذه باش نرحب بك ونستقبلوك، وحنا فرحانين بالوجود ديالك والله يعاونك، وما غادي تلقى لا من عند السيد رئيس الجهة ولا من عند يعني رئيس ديال الجماعة إلا الدعم الكافي باش تنجح إن شاء الله في هاد المهام ديالك، ولا كذلك المواطنين. بغيت نشكر السيد رئيس الجهة لأن كنعرف يعني لونجاجمون ديالو فور يعني في هاد البرنامج منذ الأول، ما عمو ما خسر شي حاجة وكيتبع في الميدان هذا، وهو مشكور على النجاح ديال هاد البرنامج. كذلك نشكر الاخوان ديال الجماعه اللي كي يعني لامبليكاسيون بيرسونيل ديالهم، ونشكر بالطبع القطاعات الحكوميه كلها اللي مشتغله معنا بجديه، والشركات كذلك اللي كتقوم بهذا العمل اللي هو عمل جدي. انا هذه واحده ثلاثه الاسابيع ولا اربعه كنت مع السيد الوالي ومع النائب الرئيس وخرجنا للميدان وشنا واحد العدد ديال لي بروجي يعني اللي كيزيدوا الامل، فهذاك الشيء كله كيفرح. ولكن هذه مرحلة اللي هي جد مهمة، وإن شاء الله مع أوتور دو السيد الولي غادي يمشيو جميع باش ننجحوا هذا الشيء اللي باقي. وشكرا. شكرا.